طيب استاذ احمد، في مداخله من الدكتوره ولاء عايزه تعمل مداخله. انا مش عارف المداخله سؤال ولا استفضل. انا دلوقتي اللي انا فهمته ان هي المرحله العمريه بتاعتهم اللي هم الاطفال اللي قبل تعلم القراءه والكتابه، تمام؟ ولا انا في حاجه ثانيه؟ لان في طريقه درايف بعد كده، فاعتقد ان حضرتك شغال على الجزء اللي هو بتاع ما قبل القراءه والكتابه، الطلبه اللي هي الفئه العمريه اللي ما قبل القراءه والكتابه، تمام؟ هي تمشي مع كل الطلبه اللي هم مبتدئين التعلم. انا عند الطالبه دي متعلمه قرايه وتقرا بس لسه في مرحله التمهيد لتحويل الكلمه، فانا ما ينفعش ندخلها. انا لو علمتها الحروف بالطريقه دي، لو علمتها الكلمه بالطريقه دي، هتستطيع ان هي لما تقرا تجمع الكلمه. لما ابنيها الكلمه هتكتبها، يعني مثلا تقول ليها كتب كاف نقطة أولى تالتة، تاء تانية تالتة رابعة خمسة، باء أولى تانية، فخلاص هتكتب على طول من غير ما هي تحس بصعوبة، لأن إحنا عندنا الحروف كلها أرقام. في بعض الطلبة بتلاقي عندهم صعوبة في إن هو يركز في تكوين الكلمة أو يركز في تكوين الحرف من خلال نقاط. شكرا. شكرا. في حد عنده أي سؤال؟ طب في حد استفاد من البحث بتاع الدكتور احمد؟ طبعا. اوكي، القاعه كلها رفعت ايديها. اتفضل.